السلام عليكم، معكم الأستاذ إبراهيم من قناة بروف 25. إذا مرحبا بكم في تمرين في دالة اللوغاريتم النيبيري. إذا التمرين حقيقة هو تمرين رائع، أنصحكم بإنجازه قبل مشاهدة الحل. إذا الدالة f لإكس تساوي ln ديال 1 زائد إكس على ln إكس، إذا عندنا الدالة الأولى. كذلك الدالة جي إكس اللي مرتبطة بها كتساوي إكس ln إكس ناقص عامل ديال x زائد 1 في الالين ديال x زائد 1. اذا نبدا بالسؤال الاول اللي هو تحديد مجموعه التعريف. اذا لدينا الداله f x تساوي الالين ديال x زائد 1 على الالين ديال x. اذا مجموعه التعريف اللي هي رمزنا لها d ديال f كتساوي لنا مجموعة الأعداد x الأعداد الحقيقية التي تحقق الشروط التالية. إذا ما بداخل الألين يكون دائما أكبر قطعا من الصفر، يعني x زائد 1 أكبر قطعا من الصفر و x أكبر قطعا من الصفر. خصكم ديروا الشروط كاملة، ما تخليوش شرط. وكذلك المقام يخالف الصفر، يعني الألين ديال x تخالف الصفر. إذا عندي ثلاثة ديال الشروط، إكس زائد واحد، إذا إلى دينا الواحد للطرف الثاني غتولي إكس كبر من ناقص واحد، وإكس كبر من الزيرو. إذا إكس كبر من ناقص واحد وإكس كبر من الزيرو، يعني أن إكس كبر من الزيرو. إذا كانت كبر من الزيرو راه كبر من ناقص واحد، إذا كنخلي غير هاد الشرط هذا. والآلين ديال إكس تخالف الصفر، الالين اللي كتساوي صفر هي الالين ديال واحد، يعني الالين اكس تخالف الين واحد، يعني اكس تخالف واحد واكس اكبر من الصفر. اذا اكس اكبر من الصفر، الا خدينا مستقيم بحال الشكل هذا، اكس اكبر من الصفر يعني هاد النقط اللي كاين على اليمين ديال الصفر، ولكن كنحيدو العدد واحد. اذا دي ديال اف هو المجال صفر واحد، واحد طبيعة الحال خارج واحد بلس لانفيني. إذا السؤال الموالي، احسب نهاية f عند محدات d ديال f. إذا المحدات، إذا غنحسب النهاية على اليمين ديال الصفر وعلى اليمين واليسار ديال الواحد وفي بلس لانفيني. إذا نبداو حساب النهاية على اليمين ديال الصفر. إذا نديرو التعويض المباشر، غادي يجينا الالين ديال زيرو زائد واحد، اي هي الالين ديال واحد اللي هي صفر، على الالين ديال زيرو بلس اللي هي موان لانفيني. اذا صفر على موان لانفيني، بحال اللي عندنا صفر مضروبة في واحد على موان لانفيني، واحد على موان لانفيني هي صفر، اي صفر صفر اللي هي صفر. اذا هنا النهاية تساوي صفر. النهاية دابا على اليسار ديال واحد. إذا عند التعويض المباشر غيجينا الألين ديال واحد زائد واحد هي الألين ديال جوج، على الألين ديال واحد، الألين ديال واحد هي صفر، ولكن هو صفر بلوس ولا صفر موان. إذا باش نحسمو في الإشارة ديال الألين، غادي نديرو الجدول ديال اشارات الالين اكس بشكل عام. اذا كنعرفوا بان الالين اكس كتنعدم في الواحد، حنا غنهتمو بجوار الواحد. اذا اليمين الواحد راه موجبه وعلى اليسار سالبه. اذا حنا عندنا اكس اصغر من الواحد، يعني اكس سؤول الى الواحد ولكن على اليسار، يعني الالين ديال واحد موه راها اصغر من الصفر، وبالتالي غتكون عندنا الالين ديال جوج على زيرو موان، اي هي موان لانفيني، اذن هي ناقص لا نهايه، لان ليميت ديال الالين اكس في الواحد موان هي صفر موان. الان دابا ليميت ديال اف لي اكس في الواحد بلوس. إذا نفس الفكرة، غادي نديرو التعويض، الألين ديال واحد زائد واحد هي الألين ديال جوج على الألين ديال واحد. إذا الألين ديال واحد
ولكن دابا اكس اكبر من الواحد، يعني اكس سأقول الى الواحد ولكن على اليمين. اذن موجبة، اذن هنا غتكون عندنا، اذن غتكون ln ديال جوج على زيرو بلس هي بلس لانفيني، لان دائما نديرو التبرير، لان الليميت ديال ln اكس في الواحد بلس هي زيرو بلس. الان دابا النهاية في بلس لانفيني، اذا نديرو التعويض المباشر، ln ديال بلس انفيني هي بلس انفيني على بلس انفيني، اذا هذا فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. اذا ممكن نديرو التعميل، اذا نعملو داخل الالان نعملو باكس، اذا غيبقى واحد زائد، كانت عندنا واحد اذا خصني نقسم على اكس، على الالان ديال اكس. كنعرفو بانه الالان ديال ا في بي هي الالان ديال ا زائد الالان ديال بي، بكيكون عندنا ا و بي عددان موجبان، اكس عدد موجب لانه يؤول الى بلس انفيني، واحد زائد واحد على اكس كذلك عدد موجب، وبالتالي ممكن نكتب الالان ديال اكس زائد الالان ديال، دونك هذه هي بي، واحد زائد واحد على اكس على الالان ديال اكس. دابا غادي نديرو التفكيك، اذا الليميت ديال الالان ديال اكس على الالان ديال اكس زائد الالان ديال واحد زائد واحد على اكس على الالان ديال اكس، اذا غنختزلو بالالان ديال اكس، غادي يبقى لينا واحد زائد الالان ديال واحد زائد واحد على اكس على الالان ديال اكس. دابا غادي نديرو التعويض، عندنا الالين ديال واحد زائد واحد على لانفيني، دونك واحد على لانفيني هي صفر، اذا الالين ديال واحد هي صفر، على الالين ديال بلس انفيني هي بلس لانفيني، اذا جينا صفر على بلس انفيني، واحد على بلس انفيني هي صفر، اذا اعطينا صفر، لان ليميت ديال الالين ديال اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني. السؤال الموالي، احسب اف بريم، يعني الدالة المشتقة، اذا نحسبو اف بريم، عندنا اف بريم مكتوب على شكل يو على في، يو على في، ديريفي ديال يو على في هي يو بريم في ناقص في بريم يو على في كار. اذا نطبقوا هاد الصيغه هذه، اذا الديريفي ديال اكس زائد واحد مضروبه في الالان ديال اكس، اولا الديريفي ديال الان اكس زائد واحد مضروبه في الالان ديال اكس، ناقص الديريفي ديال الان اكس مضروبه في الالان ديال اكس زائد واحد على الالان كاري، اذا الكاري نكتبوه على الالان، ولا ندير بين قوسين بحال بحال، ندير بحال هكا، اذا نحاولو نبسطو التعبير اللي عندنا، الالان ديريفي ديال ديريفي بشكل عام الالان ديال اي هي اي بريم على اي، اذا الالان ديال اكس زائد واحد ديريفي ديالها هي الديريفي ديال اكس زائد واحد على اكس زائد واحد، الديريفي ديال اكس زائد واحد هو واحد على اكس زائد واحد، اذا هذه تكون واحد على اكس زائد واحد مضروبه في الالان ديال اكس، ناقص الديريفي ديال الالان هو واحد على اكس في الالان ديال اكس زائد واحد على الالان كاري ديال اكس. دابا خصني نبسط هاد الكتابة ونتابه باش ما نطيحش في شي خطأ،
إذن أول حاجة فغندير الآلان ديال إكس على إكس زائد واحد ناقص الآلان ديال إكس زائد واحد على إكس على الآلان كاري ديال إكس. دابا غنوحدو المقامات، نوحد المقامات في التعبير اللي عندي في البسط. إذن المقام الموحد هو إكس مضروبة في إكس زائد واحد، إذن ضربنا في إكس نضربو حتى الفوق في إكس ناقص، إذن هنا كذلك عندنا إكس في إكس زائد واحد، إذن عندنا إكس غادي نضربو في إكس زائد واحد الآلان ديال إكس. إذن هادشي كامل على الآلان كاري ديال إكس. غادي نشوف هاديك التعبير اللي عندي في المقام أو في البسط. إذن هو إكس عامل إكس زائد واحد، في البسط غيبقى عندنا إكس ألين إكس ناقص إكس زائد واحد الألين. إذن هنا عفوا هنا راه إكس زائد واحد، ناقصنا دائما رد البال على ألين إكس زائد واحد. إذن هادشي كامل على الألين كاري ديال إكس. إذن دابا ملي كيكون عندنا واحد التعبير أعلى ب على سي، شنو هو؟ هو أعلى ب في المقلوب في واحد على سي، سي هي هاد الألين كاري، إذا نضرب في واحد على الألين كاري، إذا غادي يرجع بحال الشكل هذا. في المقام يرجع عندي إكس عامل إكس زائد واحد الألين كاري، لأن ضربت في واحد على الألين كاري، وفي البسط هو إكس ألين ديال إكس ناقص إكس زائد واحد الألان ديال إكس زائد واحد. إذن هذا التعبير ممكن نخليه بهذا الشكل هذا. السؤال رقم 3 ألف حساب جي بريم ديال إكس. إذا غنحسبو الدالة المشتقة ديال جي بريم، عندي هنا جوج، عندي فرق دالتين، إذا غادي ندير الشقاق ديال الدالة الأولى ناقص الشقاق ديال التعبير الثاني، إذا الشقاق ديال إكس ألين إكس عندي جداء دالتين U في V، اللي الشقاق ديالهم كيكون هو U بريم V زائد V بريم U. إذن الشقاق ديال إكس ألين إكس زائد إكس في الشقاق ديال ألين إكس نفس العملية عندي في الدالة الثانية. إذا عندنا الشقاق ديال إكس زائد واحد في الألين ديال إكس زائد واحد زائد الشقاق ديال الألين زائد واحد مضروبة في إكس زائد واحد. إذا الشقاق ديال إكس كيعطينا واحد، كيبقى لنا ألين ديال إكس زائد إكس، الشقاق ديال ألين إكس هو واحد على إكس ناقص الشقاق ديال إكس زائد واحد هو واحد، إذن ألين ديال إكس زائد واحد. الشقاق ديال إكس زائد واحد عندنا الألين ديال U، الشقاق ديال الألين ديال U هو U بريم على U، إذا الشقاق ديال ألين إكس زائد واحد هو الشقاق ديال إكس زائد واحد اللي هو واحد على إكس زائد واحد، إذا هي واحد على إكس زائد واحد مضروبة في إكس زائد واحد. إذا غادي نختزلو إكس على إكس ونختزلو كذلك بإكس زائد واحد على إكس زائد واحد. إذن غيبقى لنا ألين إكس زائد واحد ناقص ألين إكس زائد واحد زائد واحد، إذن نزيل الأقواس، إذن ألين إكس زائد واحد ناقص ألين إكس زائد واحد زائد، إذا عندنا ناقص زائد إذن إشارة كتبدل
إذا كيبقى ln x عندنا و زائد واحد ناقص واحد صفر، كيبقى لنا ناقص ln ديال x زائد واحد. الشق الموالي ديال السؤال هو بين أن الجي تناقصية. تناقصية خصني نبين بأن جي بريم أصغر من الصفر. إذا هنا ممكن نبينها بسهولة، لدينا x أو لدينا صفر أصغر قطعا من الواحد. إذن إذا ضفنا x للطرفين يكون عندنا x أصغر من واحد زائد x أو لا x زائد واحد، نضيف x للطرفين المتفاوتة. بما أن ln دالة تزايدية، فإن إذن بما أن الالين ديال التزايدية فالالين ديال x أصغر من الالين ديال، إذن هي تحافظ على الرتابة، وبالتالي الالين ديال x أصغر من الالين ديال x زائد واحد. ككانت تناقصية غير تقلب الرمز ديال أصغر تولي أكبر. إذن الالين ديال x، هاد الالين هذا ديال الطرف الأول غير رجع ناقص الالين ديال x زائد واحد أصغر من الصفر، وهذا التعبير هذا راه هو جي بريم ديال اكس. اذا جي بريم ديال اكس اصغر قطعا من الصفر، وبالتالي جي تناقصية على طبيعة الحال تناقصية على ار بلس اطوال. الآن السؤال الموالي، أحسب الليميت ديال جد إكس في الزيرو بلوس. إذا ندير التعويض المباشر. إذا الليميت ديال إكس ألين إكس في الزيرو بلوس هذه نهاية مرجعية كتعطينا صفر ناقص، كنعوضو إذا هنا صفر زائد واحد هي واحد، الألين ديال واحد، الألين ديال واحد صفر أي هي صفر. إذا لأن الليميت ديال x ln ديال x في الزيرو هي زيرو. إذا الشق الثاني من السؤال يستنتج أن مهما يكون x كنتمي إلى بلوس إطوال، g ديال x أصغر قطعا من الصفر. إذا حنا لقينا بأن الدالة g تناقصية، لقينا بأن الدالة g تناقصية على صفر بلوس إنفيني، ولقينا النهاية كتساوي لنا الصفر، النهاية في صفر كتساوي الصفر، وبالتالي صفر راه تمثل قيمة قصوى. إذا المنحنى من الصفر وهابط. إذا غنقول بما أن جي تناقصية قطعا على ار بلس إطوال، و ليميت ديال جي ديال إكس زيرو بلس كتساوي لنا صفر، فإن الدالة ستكون، يعني منحنى الدالة سيكون تحت محور الأفاصيل، أي جي ديال إكس ستكون أصغر قطعا من الصفر. الآن دابا جدول تغيرات الدالة جي أو الدالة إف. إذا حنا حسبنا الدالة إف لإكس ولقيناها كتساوي لنا واحد التعبير، وهداك التعبير إلا لاحظنا مزيان غنلقاه هو جي ديال إكس على x عامل x زائد واحد الالين كاري ديال x. اذا اول حاجه نشوف هذه، اولا f بريم. اذا اول حاجه نشوفو الاشاره ديال f بريم. اذا حنا بينا بان g ديال x راها اصغر من صفر، و x عندي موجبه، يعني هذا التعبير هذا راه موجب، والالين كاري راه تعبير موجب. اذا التعبير السالب على الموجب هو سالب. اذا لدينا مهما يكون x كتنتمي ل r بلس اطوال g ديال x اصغر قطعا من الصفر. اذا مهما يكون x كتنتمي ل r بلس اطوال ف f بريم اصغر من الصفر، يعني ان الداله تناقصيه على المجال على مجموعه التعريف. طبيعة الحل الدالة هنا
ماشي على ار بلس ايطوال، ولكن على المجال 0 واحد اتحاد واحد بلس انفيني على دي اف بشكل عام. اذا مهما يكون اكس كتنتمي لدي ديال اف. اذا نديرو جدول التغيرات. اذا اكس صفر، اذا كندير جدول التغيرات على حساب مجموعة التعريف ديال الدالة اف، ماشي ار بلس ايطوال. خصني ننتبه مجموعة التعريف ديال الدالة اللي حددنا في السؤال الاول. اذا عندنا اف بريم وعندي اف ديال اكس، اذا لقينا الدالة تناقصية، اذا هنا الدالة تناقصية ليميت في زيرو بلس لقيناها زيرو، في الواحد موان لقيناها موان لانفيني بلس لانفيني، وف بلس انفيني لقينا النهاية كتساوينا واحد. اذا هذا هو جدول تغيرات الدالة اف. السؤال الاخير هو تحديد او رسم المنحنى. اذا رسم المنحنى ضروري كنلخص داكشي اللي توصلت ليه وداكشي اللي كنحتاجو في رسم المنحنى. اذا اول حاجة كنشؤوا واحد المعلم متعامد منظم. هنا عندنا واحد المعطيات اللي واخا ما جاتش في الاسئله ولكن خصني نستخرجها. اذا حنا حسبنا النهايه في الواحد ليميت ديال اف لي اكس في الواحد عطاتني موال لانفيني، في الواحد موان عطاتني موال لانفيني. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان الصفر يقبل مقارب معادلته اكس كتساوي لنا واحد، ونفس المساله عندي في بلس انفيني. اذا اكس كتساوي واحد، هو هذا مقارب. كذلك الليميت في بلس انفيني عطاتني واحد، الليميت بلس انفيني عطاتنا واحد. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان الصفر يقبل مقارب معادلته ايكغيك كتساوي واحد. اذا هو هذا بجوار بلس انفيني. اذا المنحنى غيكون فيه جزئين، جزء من صفر لواحد والجزء الثاني من بلس انفيني لواحد. اذا نبداو بالجزء الاول. اذا المنحنى كيبدا من الصفر وكيهبط، كيبدا من الصفر وكيهبط مقارب لهذا المستقيم اللي المعادله ديالو y كتساوي او الاكس كتساوي واحد، كيهبط مقارب ليه. اذا كيهبط بحال الشكل هذا، مقارب للمستقيم الذي معادلته اكس كتساوي لنا واحد. كذلك في الجزء الثاني المنحنى كيبدا من بلس انفيني وكيكون مقارب للمستقيم للمعادلة ديالو، او لا كيكون هنا مقارب للمستقيم للمعادلة ديالو اكس كتساوي لنا واحد اللي هو هذا. اذا كيهبط مقارب ليه، كيهبط حتى لواحد، يعني كيهبط وكيكون عنده المستقيم للمعادلة ديالو اكس كتساوي لنا واحد مقارب بجوار بلس انفيني. اذا كيتعداش الواحد، كيمشي مقارب لهذا المستقيم هذا. اذا هذا هو منحنى الدالة F.